السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الأعزاء، أسعد الله صباحكم. بالرغم من أننا فارقنا يعني اليوم أحد الحساسين اللي عنا، الثمينة جدا والعزيزة على قلبنا ومحزونون على هذا الأمر، إلى أنه حبينا اليوم نبدأ معاكم الموسم. اليوم بداية الموسم، جهزنا هذه الظروف على أساس لو صار لما يصير عنا إنتاج، إذا بدنا نبيع يكون عنا ظروف للبيع، تمام؟ وجهزنا بعض اللي هو سجايات، هذه زي ما انتم شايفين، هاي وهاي النوعية كمان تتعلق تعليق، وهاي الأكلات علشان بدنا اللي هو نبدأ نفرز الطير في الخزنة. طبعا الموسم بدأ، الموسم بدأ بعد 21/9 بندخل فصل الخريف، والصيف بقول لك باي باي سلام، بيبدأ عندي الموسم. في طبعا ناس من اللي بيسمعوني حيقول لك طب انا الموسم اصلا عندي ما وقفش، انا طيري ضلوا شغال من الشتاء للربيع للصيف ودخلت على الخريف وطيري شغال. صحيح يا جماعة، ممكن هذا الكلام يضلوا موجود مع بعض الأزواج من الكنار، وهي موجود عندي أصلا، أنا وقفتهم بالعافية علشان يرتاح. أنا فرزت أول جوز واليوم لقيتهم بيضين، هلقيت حاخدك حورجيك اللي هو البيض. نجيب الكاميرا هان على السريع. طبعا هاي أول بيضة، هاي أول جوز، لقيتهم حاطين أول بيضة، تمام. طبعا هذا الجوز انا ما عملت عمليه ترقيد البيض، اني اشيل البيضه وكذا، لان انا توجيت من المدرسه، وهي لربما تكون باضت البيضه الساعه 7 الصبح ورقدت عليها من 7 لها لقيت الساعه 12، معناته الكلام يمكن يكون الجنين بدا يتكون في البيضه، فانا لو عزلتها وعملت عمليه ترقيد للبيض هذا الجنين راح يموت والبيضه هذه راح تخرب، فانا هذا البطن اول موسم راح اسيبه على التوكيل ان شاء الله رب العالمين، تمام. قلنا الموسم بدأ، حنبدأ نفرز كل ذكر وانتهي مع بعض إن شاء الله، تمام؟ وهذا حنبدأ في فيديو ثاني. هذا الفيديو يعني أنا حبيت أجيب على سؤال أحد المتابعين وبقول لي إيش الأسباب اللي بتخلي الانتهي تتأخر عن الشغل، بتخلي الانتهي تتأخر، كيف أنا بدي أخليها تجهز بسرعة؟ هناك عدة أسباب. أول سبب ممكن تكون الانتهي صغيرة في العمر، يعني فرخة، تمام؟ ثاني سبب ممكن تكون الانتاية مدهنة عليها دهن شحم كتير، يعني مدهنة كتير، وهي الدهنة يعني لازم أنا أغير نظام الأكل، أحط لها بريقة سادة بدل الخلطة، أرفع عنها البيض إذا أنا بحط لها بيض، أو وهي مدهنة ممكن أنا هي ممكن تشغل وهي مدهنة، لكن بيكون فيش حواليها طقور قوية، يعني أنا لازم أحطها في مكان في نتاية نتاية معششة، احط على بالها ذكر قوي اللي ايش اللي يخليها تغار ويخليها تتزاوج. في ممكن اسباب ثالثه غير السببين اللي انا ذكرتهم، وانها صغيره في العمر او ممكن تكون مشحمه، وفي نوت كثير بتبيض وهي مشحمه، يعني ما بكون هذه مشكله. السبب الثاني اللي هو انه ممكن انت يكون عندها عمليه الغذاء من وهي صغيره مش تمام، يعني ما في عمليه تغذيه وهي صغيره، يعني من يوم ما طلعت من العش وصارت فرخه وانفطمت ما اكلت بيض كويس ولا اكلت خضار كويس، فبكون عنقودها ضعيف. طبعا هو انا ذكرت جانب من السؤال بيقول انه الانتاي لما تلف العش وتقطن بتطول لما تبيض، ليش بتطول لما تبيض؟ كمان هذه نقطه مهمه. الانتاي بتطول لما تبيض، السبب الرئيسي لتطويلها لما تبيض ضعف العنقود، وعلشان انا اقوي عنقود هذه الانتاية لازم انا اطعمها بيض مسلوق لمدة اسبوعين متواصلة، يعني لما اسلق البيضة اقصها نصين بعدين كمان نص، كل يوم احط لها ربع بيضة علشان هذه الانتاية عنقودها يقوى، عشان عنقودها يقوى وبعد هيك تستطيع انها تبيض، تمام يا جماعة. هذا على عجالة حبينا نفتتح معكم الموسم ان شاء الله رب العالمين. في فيديو تاني حابدأ أوزع كمان وحنزل لك إشي أفضل من هيك وأسرع من هيك، هذا حبينا بس على عجالة إنه إحنا نعطيك لمحة سريعة على بداية الموسم، إنه الموسم بدأ، واللي حابب يبدأ يفرد طيره وشغل طيره يتوكل على الله، يحط كل ذكر وانتهي مع بعض ويضرب الألوان صح، يعني بدي يحط أبيض مع بعض، جيب الكاميرا هان مثلا أبيض مع بعض يحط، هاي في عندي أنا كمان جوز أبيض مع بعض، هاي أنا فرزت
ابيض مع ابيض واسمر مع حبشي مع اخضر، طبعا الحجم مع الحجم والمحسن مع المحسن وهكذا. تمام يا جماعه، انا بديت افرز بهذا الشكل، ويفضل انه كل نوع مع بعضه. يعني هنا لو انا اطلع هنا مثلا، انا فرزت مثلا هان، هلاقي انه هذا مفتل مع مفتل، مفتل مع مفتل، هذا طبعا بدواني مع بدواني، مفتل مع مفتل. تمام، هذه بداية فرزي للمزرعة، وحبيت انه انا يعني اشارككم هذه البداية، وان شاء الله رب العالمين راح اضل متابع معكم على الرغم ما يصير معنا مخاسر او موت او اي شيء، كل هذا بيعوض الله. وزمان قالوها انه الانسان اللي بيقنى الارواح مش لازم يضلوا ينوح عليها، لانه هذا امر الله اولا واخيرا. طبعا بشكر جميع متابعيني اللي بيحضروا الفيديوهات للاخر، لكن يا جماعه بلاحظ شغله، يعني صراحه انا حابب اطلبها منكم، يعني زي ما بيقولوها بالعشم وفضلا وليس امرا، زي ما بيقولوا انكم تضغطوا لايك على الفيديو. يعني لما الاقي انا على الفيديو 3000 مشاهدة أو 3500 مشاهدة على فيديو جنس الطائر، وفي المقابل ألاقي اللايكات 50 لايك، يعني 50 لايك 3500 مشاهدة، يعني بدنا يا جماعة كل إنسان بيشاهد الفيديوهات هذه يعطيني لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.